فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنا في سفر ونريد أن نجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وأتينا في وقت العشاء فوجدنا جماعة تصلي صلاة العشاء علما أنهم مقيمون وسيصلون أربعا، كيف نصلي معهم حيث سيصلون أربعا ونحن نصلي ثلاثا؟ لمن كان على صلاة المغرب أن يصليها خلف من يصلي العشاء عند جماعة من أهل العلم، ويجلس الثاني يتابع الإمام، فإن شاء سلم لنفسه يأتي بالتشهد الأخير، إن شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه. هذا أفتى به بعض العلماء المعاصرين. نعم.